طيب خلونا نروح يا جماعه لكابتن ايهاب جلال مدرب حراس مرمى نادي الاهلي السابق. كابتن ايهاب يا صباح الخيرات. صباح الخير يا استاذ رجاء، ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. والله شايف محمد طبعا رجوع محمد كابتن محمد شناوي لحراسه عرين النادي الاهلي، وان كان كابتن مصطفى شوبير قدم مردود ولا اروع. تمام حضرتك، يعني طب مكسب كبير طبعا. اي لعيب بيرجع كان مصاب او انذار او حاجات او الكلام ده كله ويرجع للفريق، ده مكسب لاي حد يعني، ده تمام جدا، ده مش هنختلف فيه. طبعا الشناوي مكسب كبير جدا للنادي الاهلي، كابتن الفريق، رقم واحد في مصر، رقم واحد في افريقيا. عايز اقول ان هو طبعا عنده من الخبرات انه يلعب المباراه دي بمنتهى السهوله جدا. طبعا مش عايزين ننكر ان مصطفى شوبير ادى المباراه الاولانيه رائع جدا، ما فيش غلطه غلطها، الحمد لله كل كان ثابت، عنده ثبات كده، عنده ثقه في نفسه، عنده شخصيه. شكرك. انا كابتن ايهاب انا مستنيك تقول كلمه شخصيه. والله انا كنت يعني والله كنت بتكلم على كابتن مصطفى شوبير، ربنا يحرسه يعني، مش عايزين نفضل يعني ننفخ فيه. تمام. بس هو ما يميزه طبعا هو الراجل عنده فنيات رائعه جدا، وتوقع والرياكشن بتاعه عالي جدا، بس هو عنده شخصيه، وقلما تجد حارس مرمى عنده الشخصيه في المنطقه بتاعته. بص يا كابتن رجائي، انا عايز بس اقول لحضرتك حاجه، انا راجل وانا في النادي الاهلي ما عندي 10 سنين. عشان تلعب في النادي الاهلي وتحرس مرمى النادي الاهلي لازم اول حاجه يكون عندك شخصيه، ده مهم جدا. حارس مرمى او لاعب في النادي الاهلي بدون شخصيه لا يصلح. فمصطفى متربي في النادي الاهلي ومتربي يعني ايه حارس مرمى يكون عنده شخصيه عشان يلعب للنادي الاهلي، اذا كان في الناشئين او في الشباب او في الدرجه الاولى. بالتالي بينعكس على منتخب مصر، لانك يعني عشان تلعب منتخب مصر لازم يكون عندك شخصيه. اكيد ده مهم جدا. ده اللي بيتميز بيه حراس مرمى النادي الاهلي على مدار التاريخ، من اول كابتن عبد الجليل حميده، مرورا طبعا مش عايز انسى حد عشان الناس دي انا ما شفتهاش للاسف، الكابتن عادل هيكل، مروان يعني، ثابت، اكرامي، شوبير، مع حفظ الالقاب طبعا عصام الحضري، كل الالقاب، كل الناس دي كان عندها شخصيه، عشان كده لعبت في النادي الاهلي وكملت ولعبت منتخب مصر ولعبت منتخب افريقيا، ده مهم جدا. انما عايز ارجع تاني لموضوع النهائي بتاع بكره ان شاء طبعا. الله. طبعا شوبير لو لعب حاجه جميله جدا، وانا يعني مع ان هو يلعب يعني ما فيش مشكله خالص، لعب الشناوي ده مهم جدا وشيء وكمان طيب جداً. وكمان كابتن الشناوي عنده بالاضافه لمهاراته كيعني حارس مرمى طبعا كبير جدا، كمان القياده، هو قائد في الملعب. حقيقه برافو عليك، دي مهمه جدا. قائد الفريق بيعرف يتكلم مع اللعيبه كويس. وكمان عايز اقول لحضرتك يا كابتن رجاء حاجه صغيره جدا، ان المباراه دي بالذات النهائي ده اللي هو خلاص فيصل انك تاخد الكاس او ما تاخدوش، لازم راجل عنده خبره كبيره. راجل يكون عنده خبرة، امتى يلعب المباراة، امتى يسرع اسم المباراة، امتى يهدي، امتى يلعب، امتى يوقف، امتى يهدي، كل الكلام ده كله لازم يكون عندك من الخبرة واللعب الكتير ان يخليك تلعب مباراة زي دي، ده مهم جدا، ده مهم جدا. برضو مش عايزين نخسر بحق مصطفى شوبير، لان فعلا مصطفى شوبير ادى مباراة رائعة جدا مع كم الجماهير الكبير جدا اللي كان في استاد القاهرة اللي يتعدى 75 مليون. عايز استعير يعني جملة الراحل عبد الرحيم حافظ لما كان بيتكلم على بليغ حمدي، بيقول ان هو امل مصر في الموسيقى. هو مصطفى شوبير امل مصر في حراسه المرمى. بس خلينا نرجع للماتش. شايف التصريحات المتبادله ما بين المدير الفني لمنتخب الوداد، فريق الوداد، منتخب المدير الفني لمنتخب الفريق الاهلي، بس منتخب مصر هيلعب. التصريحات، شايف الماتش بقى بكره هيروح فين، هيجي منين، اول ربع ساعه او نص ساعه، الشوط الاول الشوط الثاني، كل التصريحات دي اللي بيصرحها المدير الفني لفريق الوداد دي حاجات عامل نفسي مهم جدا انه يعرف يتعامل مع اللعيبه بتاعته ومع الخصم اللي هيلعبه. فكل التصريحات اللي بيصرحها اذا كان المدير الفني هنا او هنا كلها عامل نفسي عشان يقدر كل واحد يجهز فرقته بما يليق باللي هو عاوزه. تتوقع السيناريو بكره ان شاء الله هيكون شكله عامل ازاي؟
كابتن إيهاب؟ بص اللي احنا كسبانين، احنا برضو مش عايزين نغفل ان احنا كسبانين. احنا كسبانين 2-1، فده مهم جدا. النادي الاهلي مش هيتسرع ان هو يحرز هدف، مش هيتسرع انه يهاجم، مش هيبادر انه يهاجم، انما لازم يقفل مظبوط جدا، لان الوداد عاوز يهاجم وعاوز يحرز اهداف ويحرز هدف بدري على اساس ان المباراه تتفتح له. وده حاجه كويسه جدا للنادي الاهلي على فكره، يعني على هجمات مرتده هيهاجم، هيبقى في خطوط مفتوحه. لعيبه النادي الاهلي عندها سرعات، عندها خبرات، عندها مهاريا عاليه جدا. وبرده عشان تكون فاهم برده كابتن رجائي، ان الوداد عامل حساب النادي الاهلي جدا 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 برده. واحنا عندنا كمان يعني ال اجنحه النادي الاهلي الهجوميه، يعني سواء بيرسي تاو وحسين الشحات، عندهم من السرعات ممكن هم يعني يستغلوا الانفتاح اللي ممكن يحصل فيه خطوط الخلفيه لنادي الوداد. طبعا، وهم عملوا كده في مصر، يعني خلوا الباك رايت والباك ليفت بتاعهم واقفين ثابتين دايما عشان حسين الشحات وناحيه الشمال بتاعتنا ما يطلعوش كتير لو علي معلول، فكانوا واقفين الحته دي. هم بقى هناك هيعملوا العكس، ان هم لازم هيهاجموا، فهمني حضرتك. واحنا هيكون الخطوط ورا ان شاء الله تكون مفتوحه، واحنا نستغل الحته دي المهاريه بتاعه النادي الاهلي وخبره النادي الاهلي في الحاجات دي. فطبعا مش عايزين نغفل ان احنا كسبانين، ولازم الجمهور المصري او جمهور النادي الاهلي يعرف ان النادي الاهلي كسبان. ده مهم جدا، ولازم تروح رافع راسك انك انت كسبان. انت راجل كسبان 2-1 هنا، هناك المباراه صعبه، كل حاجه على ارضهم، كل حاجه مفيش مشكله خالص، انما برضه هم زي ما انت عامل لهم حساب، هم عامل لك 100,000 حساب. فده مهم جدا، يعني ان شاء الله باذن الله نبارك لبعض بكره باذن الله، إن شاء الله والاهلي راجع بالكاس رقم 11 ان شاء الله. وبنتمنى التوفيق للجميع، واي حد يلعب بيمثل مصر بس النادي الاهلي اكيد طبعا. كابتن ايهاب جلال مدرب حراس مرمى النادي الاهلي السابق، اشكرك شكرا جزيلا.